حسن البردي مدير تجهيز الدار تاعك. إذن في هذا اليوم السعيد وفي هذه الأيام المباركة قام السيد الوزير زير بافتتاح مقر جديد لقسم قضاء الأسرة والخميسات بعد أن عرف هذا القسم تهيئة شاملة وتجديد لجميع مرافقه المرافق المتواجدة به سواء من قاعة الجلسات مكاتب تاع السادة القضاة والموظفين والأطر هيئة كتاب الضبط بتجهيزاته و كل ما له كل ما يجب ان يتوفر في محكمه قائمه. هذه البنايه كذلك تم احداث بها مكاتب الواجهه. هذه مكاتب الواجهه اللي هي عباره عن مكاتب تستقبل المواطنين الذين يفيدون على المحكمه والذين ليست لهم حاجه للولوج الى قاعه الجلسات، فقط المواطنين الذين يطلبون خدمه اداريه من المحكمه كالسجل العدلي، السجل التجاري مثلا، نسخ المحكم الى اخره، او لا تسجيل بعض شكاياتهم. هذا المشروع كلف 7,373,000 درهم. يتكون من 3 طوابق، طابق تحت أرضي وطابق أرضي وطابق أول. يوفر جميع ظروف الراحة والعمل سواء للقضاة، السادة القضاة والموظفين وكذلك حتى المرتفقين والسادة المهنيين من محامين ومتقين وعدول إلى آخره. الأشغال شاملة الأشغال الكبرى، المساكة، تهيئة النجارة والصباغة والشبكة المعلوماتية. كذلك تم وضع شبكة المعلوماتية للمراقبة وذلك ضمان الأمن داخل هذه البناية الجديدة.